لكم شحال معكم فاس مرحبا بكم في حلقه اخرى عاوتاني. اليوم تمنى لكم كاع اليوتيوبرز اللي عندنا في المغرب كاع الدراري اللي متخصصين في الجيمين وهذه المره هذه درنا واحد الشرفه وهنا الشرفه كاملين كاملين واخا دابا نقدم لكم الاعضاء ديال الشرفه نبداو من اللي من عندنا بو حكيم هلا والله تابعوا دافوس السلام عليكم مهدي فيك هلا والله دناس ترامارش اشرف قاضي السلام عليكم كيفك اخي واحد اسامه الرم السيرفر ماشي هما الناس اللي كاينين فيه باقي الناس اخرين ولكن غادي يجوا من بعد نقول لكم غير القوانين اللي عندنا في السيرفر من موراها غادي ينتشروا دراري ممنوع تعاونوا الا كنتوا اكثر من جوج الناس يعني عندك الحق تعاونيه مع واحد غير بما تدوز هذه المده هذه بين ما ديك الدروع ديالكم والديوره فين غتسكنوا كاع صافي الا فتوش جوج غادي نحيدوكم من السيرفر متفقين ما نقدرش نتفاهم مع واحد ثالث ياك لا جوج اللي تقدروا تعاونوا بيناتكم صافي صافي مرحبا حروب ما غادي يبداو حتى دوز واحد 15 يوم حنا ما كنفهموش بزاف ارك الناس في لي كومونتير اللي يقولوا لنا لا عندهم شي نصائح حيت الدراري ما كيفهموا حتى حاجه في ارك عاونونا في لي كومونتير دروك غادي مزيان ولا بغيت تخون اي حاجه كلشي حلال صافي ويت من دابا الخونه من دابا الخونه لقيتي عندي ما تخون غير خون الله يكون انا الاول الخونه دابا دويتي يلا الدراري غتلقاو الحلاقي عند كاع لي شين وتلقاو لي شين في ديسكريبشن يلا الدراري يلا الدراري يلا مرحبا بكم الدراري في واحد الجيم جديده جبنا لكم ارك اللي معروفه كاينه في التليفون كاينه في البيسي ماب جديده عاد تحطها دابا في ارك البلان وما فيه هاد الجيم بصفه عامه هي جيم سورفايف كما كتشوفوا معايا دابا افونسيت شي شويه في الجيم قدرت نقاد اللباس وقدرت نقاد الاكس اللي تحت كما كتشوفوا ها هو وقادينا هاد البيكاكس كما كتشوفوا هانتوما في الجبل تيتجمع ستون وكيتجمع شحال من بلان الا بيتي تقاد هاد الاكس هذا وهاد البيكاكس وهاد الشيء هذا الدراري بيخصك ليه تقريبا واحد الفليت هاد الفليت هذا كتلقاه في الحجر وبيخصك ليه هاد التيتش حتى هو غادي يخصك واحد هذا كتلقاه في الشجر ملي كتمشي مثلا لشي شجره بحال هكا بحال مثلا هاد الشجره هادي هي كتجي كتبقى تضرب بحال هكا تيعطيك الود وكيعطيك داك الطاتش شتي الدراري ملي كتقل بحالي انا مثلا دابا ما قدرتش باقي نتحرك ولا نتنقز ما ندير والو كنجي دابا غادي نزيد شي شويه الليفلي هادي هما دابا تحلوا لي هادو الدراري نزيد بعدا الطبله غادي نحلها هاد البلاصه هادي الدراري كتجي كتحل فيها الموارد جداد اللي يقدروا يتحلوا لك هما النقاط ديالك هما هنايا كنجيو كنبدا نحلوا هاد اللعيبات هادو باش نقدروا نكرافتيو حدا شي واحد هنايا واقيلا بلاتي الدراري بعدا نربي هذا نقدر نتحرك باي الود حيتاش الود فين ما مشيت غادي نلقى صافي دابا من بعد ما ضربت دابا الود اجي نمشي دابا اول حاجه نمشي نقلب دابا على كيفاش نقدر نروض مثلا دوك الديناصورات غادي نقلب فين غادي نبني الدار حيتاش الدار ما غاديش نقدر نبنيها هنايا غادي نحاول نمشي لشي بلاصه اللي ما عمرني مشيت ليها دابا تقريبا انا كاين في 60 غادي نحاول نمشي ل 20 60 هذيك البلاصه الكبيره اللي كتبان لكم تما نشوف كي ندير نمشي نبني داري تما غادي تكون شحال من اللعيبه جديده زايده وشحال من بلان زايد تما اول حاجه غادي نديرها دابا غادي نحاول ناخذ الماكله صافي انا خديت دابا الدراري الماكله ديالو خديت الجلد باش نقدر ناكل قدرنا نقادو الحوايج انتم كما كتشوفوا معايا كيفاش قادجيناهم حتى هما باش نشرح لكم البلانات كي دايرين وكيطلعوا لكم هنا كاع اللعيبات اللي غادي يخصوكم بحال مثلا دابا هذا باقي ما قادجيتوش ياك بيخصنا ليه تقريبا 12 فايبر وجوج ديال الفليت و8 ديال الود الا طلعوا لك هاد اللعيبات كلهم خضرين هنايا هذا يمكن لك تقادو كتورك عليه بحال هكا جوج دقات صافي هو دابا غادي تكرافته وغادي نقدر نحطو عندي هنايا وهذه الشكاره غادي نحتاجها حتى هي غادي تخصك تقريبا 250 ديال الفايبر الفايبر الدراري ملي كتجيبو كتحيد هنايا من جهه الشجر كتجي لهاد البلاصه هادي وكتبقى تهز ها هو كيطلع لكم الفايبر هنا شتي وكيطلع لكم حتى الماكله معاه دابا اول حاجه الدراري هي كما قلنا غادي ها هو هذا الكرافتا صافي غادي نحطو هنايا غادي نحاولوا دابا نكرافتيو داكشي اللي غادي نقدروا عليه نخبوا دابا في شي بلاصه مش ما يقيسوناش لينا صوت نكرافتيو داكشي على خاطر خاطرنا غادي نكرافتيو دابا البو ايا كرافتيو البو كرافتيو مع الاسهم ديالو نحاولوا نديروا اكبر عدد ممكن ديال الاسهم نحاولوا نقادو كارطابل واش نقدروا نهزوا فيها بزاف ديال الحوايج نشوفوا الدراري واش يمكن لينا نقادو ثاني شي حاجه اخرى اوكي الدراري نحيد من هنا كاين واحد خونا انا تعطيه السم حيد من البلاصه هادي شي راه تابعني شتا الحايده وتم لهنايا كاينين الدراري شي ديناصورات هنا اليفين اللي ما تيقدروش يضربوا بنادم اه بحال مثلا دابا الا مشيت طريح حدا داك الكبير راه ما يقدرش يضربني الا ما ضربتيهش ولا شي حاجه ما يقدرش يضربك فهمتي حتى هادو اللي حدا ما يقدروش يقيسوني دابا بغيت نعرف دابا كيفاش نروض دابا هاد اللعيبات هادو ما عرفتش كيفاش نروضهم الدراري الا كنتو تعرفوا شي حاجه في الجيم وانا ما عرفاش
الطاريه لتحت في لي كومونتير، فهمتي؟ راه اي حاجه تقدر تعاوننا في هذه الجيم هذه ان شاء الله غادي نعود نخدمها من عندكم، واي واحد قال لي شي حاجه اللي هذه تقدر تنفعنا غادي ندوزها معايا في الفيديو. الا ما سمعت بان هذه اللعيبه هذه كتنفعك الا بغيتي تروض واقيلا ديناصورات. اوكي اجي واقيلا واش بلاتفورم اجي واقيلا نحلو حتى هي. او لباسي جداد الدراري، ها نحلو حتى هاد اللباس هادو، نحلو دابا الانفنتوري ديالنا. اوكي نقادو هاد اللبسه هادي باش تكالي عندنا شي شويه على البرد، حداش البرد حتى هو تينقص ليك من الهيلت ديال. ودابا غادي نحاول نزيد شي شويه، ما حد عندنا 4 ديال النقاط هنايا، نحاول نزيد شي شويه في الجرا وفي الدماج. صافا انا ثاني اللبسه هادي اللبسه هادي واللبسه هادي انا صاحبي. شوف اول بروش بيتقاتل معايا اللي في 280 هاي 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 المباراه يستوى بيقتلني. هاي 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 الفرسيا الفرسيا ربع لوك. دابا من بعد الدرين ما لبسنا هاد اللبسه هادي ولينا ناضين. دابا غادي نمشيو دابا الدرين نمشيو نقلبوا على كيفاش نروضوا هاد الديناصورات هادو باش يقدروا يعاونونا في شحال من البلان، فهمتي؟ يقدروا كاع يحاميو عنا بحال هكا الديناصورات ومابقيش نعاودو نخافو منهم. وغادي نحاول نروض هادوك الديناصورات الكبار اللي تيبانو ليكم ليه، نحاول نروضهم باش نعاود نطير ونحاول نسرفايف في الاقصى درجه ونبنيو شي دار في شي بلاصه اللي تكون هربانه الدراري. ايه السلام عليكم. واش اخونا شكون هذا؟ طبيب شكون طبيب؟ لاباس عليك؟ اهلا كي داير؟ اخويا يلا اخويا دابا كتجي في اللباسي يلا مشيت قد دابا تتبان لي انت عريان ما كتعرف فيه عريان معاه. يلا يلا شوف يلا تصبوريت ليه باش ندير اي طوب مجموع عليا هذوك ويلي عاجا عاجا سيري نحامي عليك اجا شكون شكون بيجي شكون شكون قال يلا زيد نقص ضحبهم زيد زيد نقص ضحبهم زيد زيد لا لا ما قد على صداع اخويا ريح ريح دابا ما حدك نتايا دابا باقي جديد في المدينه وكاينه هدنه بيتش دابا نقتلك وندير لك داك الشيء ديالك ياك دابا ما حدك شوف شوف ما حدا دابا كاينه هدنه غادي نعاونك دابا باش تلبس حوايجك وتقد بحال هاد الاكس هذا وهاد البيكاكس هادو اللي عندي. اخويا حنا راه تقدمنا في الجيم انت اللي باقي. لا لا هادو اليفين هادو اليفين ماشي يضربوش هادو ما تخافش منهم شي هادو ودوك الكبار ما تخافش منهم هادو ماشي يضربوش. خافي من دوك البريشات الصغيور اللي تيبانو لك تيكونوا في الارض هادوك ما تخاف منهم. قلت لهم الدراري دابا الدراري كلهم دابا تقريبا كل واحد فيهم مشى تيقلب دواء على راسو ياك. انا دابا ها بنتي ليا نتايا وقال لك يمكن لكم تعاونوا جوج يا اقصر درجه ياك تنعاونك تتقاد داك البلانات ديالك فهمتي كف على راسك شي شويه وديك الساعه دبر راسك حياتك هاديك. اه يا ويلاه تاكل تما شكون هذا شكون هذا؟ يا 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 لعوس اش هو اش هو انت دغيا مشيتي جبتي هادو عندكم ضربوني هضرتي غير قلت لكم هادو. هاي 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 على اللي ب 450 هاي 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 اتصرت يا اش بداني معاك الضبيب الضبيب هذا او زعما تعطينا زعما شي واحد ولا عرفتي شنو غادي ندير لكم قرعه غندير لكم قرعه اللي جا فيكم نعطيه هذا اللي كيطير صدى عليا راسك. يلا سير يلا سير قرعه غنحسب لكم 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 حنا الضبيب جات في بيكسي ما عندنا ما نديرو لك ناضي. لا لا شنو 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 اللي خصك شنو كيفاش جات فيه هو وجات فيه هو جات فيه انا 13 صافي جات فيها 13 على هو بغى يزكار ما عرفتش كيفاش نقول ليه. تزكار تزكار والله الا جابنا الله الدراري ديناصور فابور كنا بينا نمشيو الروضه جابنا الله حتى الفيديو دينا الدراري. نعطيكم واحد اللعيبه غتعاونكم بزاف. اشنا هي؟ تسمعني جري ارى لي شي وهضر. لا ما عنديش السادل يلا تبعني تبعني اجي راه واحد الضو هذا فين كاين الضو ما يريش يلا اش كليمي 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 سير كليمي سير ندير ليه كليم صافي انا كليميتو. دابا الى بدري الصادل ديالو سير قاد ليه الصادل. دابا كيفاش نقاد ليه الصادل ديالو نورك على اي كارطابل كاين الفوق سير حدا ديك هذيك اللي حداها فين كاين هذاك الصادل وكتبت تما بيترادون باقي ما طالعش لي ليفل 38 بلاتي الصوت انا ندير معاك واحد البلان شنو هو نكرافتيه ليك ضربو ضربو الضوء. اسمع استكي قتلها الدراري صافي دابا شوف ما بقيتش باقي غادي نخافوا من شي واحد مثلا الا بيجي دابا بيضربنا ولا شي حاجه ما بقيتش غادي نخافوا منه باقي سالين بيكسيك بيكسيك وي خويا صافي شي شي راه تشوف راه الله الله يتوب يلاه ركبوا تما نمشي في حالتي راه باقي تابعني نمشي نروض واحد الكريفن ياك دابا هذا ما عثمان هما باش ينزلوا يلا دابا كيفاش نحطو ليه في الانفنتوري ديالو ندير ليه هكا نحط ليه هذا نمشي في الانفنتوري نحطو ليه في الكوب ديال الصاد الله يهديك بلاتي
كيفاش تحرك بيه دابا؟ بيكسيك الى بغيت طير فوق على البلاصه اليمين الفوق على اليمين الى كانت واحد الكتله تما يعني راه ثقيل خوي الانفنتوري ديالك حيت هو ما قادش يهز داكشي كامل غتكوي الانفنتوري ديالك وديالو الى بركتي على اف غيطلع لك ركب فوق منه ركب فوق منه برك على اف ركب فوق منه عاد برك على اف ماشي يلا الدراري نمشي في حاله اجي بعدا نعطيك واحد اللعيبه قبل ما نمشي اجي هزهم قدامي هادي ولا فيكم يهز الضو هز انت هادي اجي الضوبين اجي الضوبين صافي انا هزيتها ديالاش اجي هاديك الا درتيها دايره في رقم واحد اييه هي دابا نقدروا نعرف اي واحد راه نقدر نعرف كل واحد ديالو باش تعرف واش تقدر تشدو ولا تضرب معاه ولا لا فهمتي كيفاش تاكسي عاون الضوبين انا غادي نمشي سير على الله طحن يلا الله يعاونكم طال الله سير سير دابا المشكل عرفتي فين كاين وانه الويتين غنجي عامر خصني دابا نخويه باش يقدر يطير ليا دابا هذا فهمتي صافي دابا خوالينا الويتينغ دابا يمكن لينا نطيرو شنو هو هذا على ما سمعت الدراري واقيلا هذا شي ضروب شوف واش فيه اوه شت شي انا نحطو هنا هنايا دابا هذا راه باش تكرافتو هذا والله ما عرفتش هادشي ولكن خصك ليه 15 فايبر 5 ديال هذاك الدراري نحيدو من لهنايا مشاو رجعو دابا عند الطوبيب نشوف اش خاصو قدو مع هذاك الشيء ياك من بعد نمشي انا وياه نقلبو على فين غادي نقدرو نبنيو ديك الدار ديالنا الجديد الضوبان وفين اخي بخير صافي راه شوف راه مشيت لهذاك الدروب اللي كاين ليه ما لقيت فيه والو ياك هادي دابا اش نديرو نمشيو نقلبو على شي بلاصه فين نبنيو فيها دابا الدار صافي يلا سير سير اوكي الدراري احنا نمشيو نسبقو دابا الضوبان بين ما يجي نمشيو نقلبو على شي بلاصه مناسبه حيت يجي اجي نوريوه عليه ونقول له واش هاد البلاصه هادي ناضيه ولا لا كما كتشوفوا معايا الدراري جينا لواحد البلاصه جديده في هاد الطور ما عرفتش هادي يهجم عليا ولا لا اش هادشي لا 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 سير سير صاحبي فحك سير ولا يا ربي ما يقتلوش ناضي والله يتامات بالله وكنجرو على الفوق نشوفو كيفاش بلانو هذا نشوفو واش يمكن لينا نحيدو ليه اللحام ونحيدو ليه الله يلاه يمكن لينا نحيدو ليه اللحام الدراري صافي هو مشى ناضي هادي البلاصه اللي قلنا زعما بينا نجيو نبنيو فيها الدار ولا شي لعيبه ولكن باقي ما عرفناش نكتشفو هاد البلاصه هادي نعيطو لهاد الجبل هادي نقول له اجي حاولوا نطلعوا دابا لفوق الجبل تما نشوف ما شبان ليا منطقه جبليه وفيها الثلج هاي 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 لعيبة جداد انا راهي ديناصورات مودا وحشين انا سوري نضربو 6 9 من هاد البلاصة هاجي اصلا فيها الثلج ماجيش نقدرو نعيشو سيدي في هاد البلاصة هادي استراح داكشي اللي موري الدراري كاين اول مرة الدراري كنشوف هاد الحيوانات هادو الصاد شو كيدايرين القوي ياكل الضعيف الدراري شي واقع فيهم شي طاقة غريبة الدراري ما عطاش هادشي تيخليوني انا واللعاب ديالي كنوليو بحال قلتي مدمجين كنوليو مخدرين هادوك ما خصناش باقي نوصلو لهم الدراري صافي احنا ودابا رجعنا عادي صافي دابا راه عرفنا البلاصة فين غادي نبنيو نبنيو فهاد البلاصة غادي نستقرو فيها نقدو الموارد ديالنا اللي غادي خصونا من بعد نمشيو نستكشفو ديك البلاصة الأخرى اللي كتبان لكم لهيها نمشيو تما إن شاء الله نستكشفو فيها داكشي الجديد اللي غادي إن شاء الله نقدرو نشوفوه في هاد الجيم هادي اوكي نزلو هنا الدراري نستكشفو هاد البلاصة هادي بان ليا هاد السناد قادر نضربو نهار الله شتي بيها تا هنا عطاونا سكراب ميتال هاي 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 هاد البلاصة ناضية الدراري شوفوا شي سناد اخرين على الله استفدوا منه لا راه هو هاد الصندوق هذا فكي ليه دموشي تجينا الدراري حيت الا خدمنا يجينا كان دماجو فهمتي ما عرفتش هاد الميطال هذا فاش غادي ينفعنا ولكن فهمتي اوكي جمعنا منه بزاف ونضروبيو منه شي حاجة نضروبيو هذا خصنا دابا غير هاد الضوبيم هذا ما عرفتينا هو لقينا ليه بلاصه زوينه فين نجمع فيها الموارد هو ما عرفنا فين يمشي دور ليا الضوبيم قال لي راني لقيت واحد البلاصه زوينه تما انا غادي نحاول نمشي عنده دابا نوصلو نشوفو اش كاين ما عرفت فين تجلع ليا الضوبيم الدراري غادي نخليه دابا يمشي دابا يقلب على راسو عطاه اسامه داكشي كبيره حنا رجعنا الدراري لواحد البلاصه شكون هما هاد الجوج هادو باش الدراري نشوف شكون هما هاد الجوج شكون هذا هذا اشرف قاضي شكون هذا ثاني هذا الرمزي هادشي شوف واش يمكن لينا ناخذ لهم شي حاجه هاي 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 والله الدراري كون ما كانت الهدنة كنت جيت لهم هادشي اللي عندهم بلاش نشوف الرمزي اش عنده الرمزي عنده معلمة يلا الرمزي جماعة ما حد دابا كاين الهدنة
نخليو لهم دابا هاد العجب هذا باش ندوزو فهاد الشيء هادي. ما خونا كاين هنا ثاني بلاصه نشوف واش عنده. هذا الدافوس، شوف الدافوس اش عنده. لا ما قلنا لك شركه، نشوف الدافوس اش عنده. عنده التاتش، عنده البو. اوكي هادي دابا اش غادي نديرو الدراري؟ نركبو فهاد العجب هذا وغادي نمشيو دابا نستكشفو هاد الجهه الاخرى، نشوفوها كي دايره، نشوف واش فيها ما يدار ولا لا. او تبدلات اللون الدراري ديال الكيم. ما خينا فين يسترحير هنايا. الله 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 النمر الدراري تمات واش اليف واخيل هذاك النمر. شوفوا الدراري واش هذا النمر هذا واش اخر شيء انت. شوفوا هذا واش اليف يمكن ينار الروضه ولا لا. يا اليف اليف هذا هذا اليف. شتي عطيني قلب واش هذا الشيء جاي خويا. عط الله اش انت صافي اجي اخويا استريحيتي شي شويه. يلاه نمشي نرجعو في حالتنا فين كنا. ري ما تقول ليش ما يمكن ليش باقي ناس الدراري. نمشي نتلحو في الماء. صافي هذاك هو الحل الوحيد دابا اللي كاين. حنا شي بان لي هذيك البلاصه مسمومه الدراري. صافي دابا يمكن ليا دابا نركب فيها ديك البلاصه مسمومه الدراري. ما باقيش غادي نجيو نقربوا لهاد البلاصه هذه. اوكي دابا اكتشفناها كما كتشوفوها هي طلعت لينا دابا في الماب. نمشيو دابا ندوزو من هاد الجهه الدراري نشوفو على الله واش نقدر نلقاو شي حاجه جديده هنايا ولا لا. واللي عجبها الدراري السلسله ديال ارك وبغانا مازال نزيدو في هاد الحلاقي هادو ان شاء الله حتى تولو كتشوفو معنا الدراري تقريبا كاع اليوتيوبرز في اي سلسله ان شاء الله. لينا هي الدعم ديالكم ولي لايك راه كتزيد الدراري تحفزنا باش نحطو حلاقي جداد. الدراري بالروزو لهاد الماب الجديده اللي زادو ناضيه. تبان ليا الدراري غادي نرجع ديك البلاصه اللي كنت فيها في الاول باش نحاول نبني فيها الدار. لا غادي نمشيو كاع حنا نبنيوها ليه في ديك الجزيره مزيانه. هاد البلاصه هادي كتبان ليا مخيره كاع، ما كيجي ليها لا ديناصورات لا والو، وقريبه لهذوك الموارد اللي قلت لكم كاينين ليه تقريبا. حتى شي واحد ما غادي يقدر يشفرنا هنايا، يعني اي حاجه نقدروا نخبيوها هنايا حتى شي واحد ما غادي يقدر يوصل ليها. نبداو على بركه الله الدراري. دابا نشوفوا اول حاجه نقادوها اللي هي البلاتفورم. اوكي هي البلاتفورم نزيدوها. اول حاجه غادي نبداو بها وقيله اللي هي وقيله هذه بي خصنا ليها الوود. نمشيو دابا الدراري نجمعوا الوود. اوكي هو الوود صافي. هذه دابا يمكن لينا نبنيوها. كما كتشوفوا معايا الدراري ها هي البلاتفورم. نحاولوا نحطوا هذه هنايا، نحطوا هذه حداها، نحطوا هذه حداها، نزيدوا شي جوج اخرين هنا الدراري. اوكي ها هما نحطوا وحده هنا وحده هنا. ثاني حاجه الدراري غادي نديروها هي غادي ندوروا على راسنا هنايا حيط، نجيبوا شي حيط من هاد الحيوطه هادو نديروا بعدا الباب هو الاولاني. نجربوا هذا في هذه الكات. اوكي هذا يا سيدي نجربوا نحطوه هنا نشوفوا كيف يجي. لا لا جا ناضي الدراري بالروز. نقادو منه شي ثلاثه ولا شي اربعه نوركو عليه هكا. اوكي هذا الباب نحطوه هنا نوركو على زيرو. نجيبوا هذا هنا ونجيبوا هذا هنا ونجيبوا هذا. بيخصنا واحد هنا الدراري وبيخصنا جوج هنا. هنا قول بيخصنا تقريبا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. شحال باقي عندنا ديال الوود؟ الوود ما بقاش ساو. غادي نعيطوا لهذا المخلوق هذا غادي نمشيو نجمعوا ذاك الوود اللي بيخصنا وغادي نرجعوا ثاني. اوكي هذا واقيلا واش السقف هذا واقيلا ياك. اوكي راه خلينا نجربوا دابا نشوفوا نحاولوا نبنيو دابا هذا هنايا. ايوا هادي ناضي. نشوفوا دابا الباب كيفاش نديروا ليه، واش كاين الباب بعدا ولا لا. اوكي ها هو الباب وكاين هذا، شنو الفرق زعما بيناتهم؟ بعدا نكرافتيو بعدا. هذه هي الاولى، هذه غادي نحتاجها ضروري. هذا اش بيخصني ليه؟ بيخصني الفايبر الدراري. نمشيو حدا شي هما راه غير هنايا غير هاد الزرعه هذا اللي كاين هنايا غادي نمشيو نجمعهم. اوكي راه 45 فايبر جمعنا من هنايا، 200 فايبر زيد 455 530 590 600. اوكي دابا جينا الفايبر اللي غادي يقدر يكفينا اكثر من 1000 فايبر الدراري. نجيبو دابا الباب نحطو هنايا نديرو هكا. واش تدار هادي؟ يا كدار في السقف بلان. نزيدو واحد اخر هنايا شحال بيقسمها ستة. نقادو واحد الربعة اخرين نكرافتيو واحد جوج ثلاثة اربعة. دابا نرجعو تاني زيرو نزيرو وحدة هنايا نزيرو وحدة هنايا
ياك نبني وحده في هاد القنص ونبني وحده في هاد القنص. دابا ما بقيش هادي يقدر يدخل عندنا، باقي شي واحد لهاد البلاصه. ثاني حاجه غادي نشوفوا شي صندوق من هاد الصنادق هادو واش يمكن لينا نحطوا فيهم شي حاجه ولا لا. اذا اول حاجه غادي نديروها هو اننا غادي نقادوا واحد البلاصه فين غادي نعدل العسو. غادي نشوفوا دا الثاني هاد الصندوق هذا الدراري واش غادي يقدر ينفعنا في شي حاجه ولا لا. غادي نكرافتيو نحل الشكاره نحطو بعدا فين غادي نقدروا نعسو. نديروا هكا نحطوها هنايا طاف هاد البلاصه هادي صافي. نهز هاد الصندوق نشوفوا على الله واش هاد الصناد قادو واش غادي ينفعنا بشي حاجه. دابا نشوف والله الا يمكن لينا نحطو فيه داك البلان. صافي نحطو فيه دابا هذا صافي على الاولى هي عمرات. نشوف الثانيه باقي خاويه نحطو فيها هذا صافي. الماكله غير خليها عندي حيتاش غادي نحتاجها نحطو هذا صافي. اي الدراري حنا دابا بدينا الدار نحطو هاد الكارطابل غادي نشوفوها فاش تنفع صافي. شي حاجه جديده واقيلا لكن او باطو او ماي جاد قيمه كبيره يخصني لها 200 الفايبر و25 تلود واقيلا لا عندي باش نشوف هاد القنت. يا ها هو الفايبر كاين 26 ديال اللود. راه نجربها الدراري بني واجيك الخيمه نشوفو. اوكي بيخصني لها واقيلا 25000 الهيلت. دراري هادشي اللي كاين في هاد الحلقه هادي. قدرنا دابا تقريبا نقادو الدار ديالنا اللي هي هادي. تعاون معنا اسامه عطانا هاد الحيوان هذا ما عطاش نسمي. عطيني شي سميه ديالها الدراري في الكومنتير نسميو شي لعيبه. الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نمشي نحاولو نجيبو الكريستال. نحاولو نمشي نقلبو على داك الكهف ديال الكريستال نشوفو فين كاين. نحاولو نروضو لينا شي حيوان واحد اخر. صافي رتالي الهدنه ديال 15 اليوم وغادي قصدو بنادم نشفرو على داكشي ديالو. خصني دابا نلقى شي حيوان نحطوه هنايا باش اي واحد جا لهاد القنت هذا يقصد حب. المهم الدراري اي حاجه كتعرفوها في الجيم حطوها في الديسكريبشن. كان معكم بيكسي تشلاو.